الذي من خلاله نرصد أبرز كواليس رحلة النصر المغادرة إلى طهران منذ وصولها إلى مطار طهران الدولي وحتى العودة إلى مطار العاصمة السعودية الرياض. الكثير والكثير لدينا، فابقوا معنا. سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إيران، أرحب بك عبر السعودية الرياضية. أولا نشكركم على حسن الاستقبال، والله يعطيكم العافية ولا هو غريب عليكم. أقول الله يحييكم هنا، وحقيقة الاستقبال هذا واجب علينا وكل فينا من ساعة السفير، استقبال البعثة والوقوف على راحتها من يعني قدومهم إلى إيران إلى مغادرة سالمين إلى أرض الوطن. طبعا أستاذ خالد، حنا ودنا كنا ناخذكم بالمطار لكن الآن نحن بالفندق، لكن منعونا من التصوير في المطار كما شاهدت. تغيير الصالة، ما السبب في تغيير الصالة؟ حقيقة أنا سألت الصباح، كنت متواجد في المطار، بيقولوا عندهم أسباب فنية واضطروا ينقلونا إلى صالة الحجاج، يعني برروها على أنها أسباب فنية. طيب صالة الحجاج إيش تفرق عن الصالة؟ صالة الحجاج إيش تفرق عن الصالة الرسمية وصالة رقم واحد؟ ما اعتقد يعني تفرق، بس صارت الحجاج تعرف الان موسم العمره، كثره المسافرين سواء القادمين او المغادرين الى المملكه العربيه السعوديه لاداء فريضه العمره، يعني زحام. لكن بالنسبه للصالات الاخرى تكون يعني ما فيها زحام وتكون هادئه اكثر. طيب اثناء وصولكم للمطار وقفوكم تقريبا نصف ساعه، منعوكم الدخول للصاله، ما الأسباب؟ لا حقيقة لأنه ممكن تغيير الصالة من صالة إلى صالة، يقولوا الأمن أنه ما تبلغوا في الوفد اللي جاي يستقبل بعثة نادي النصر السعودي،
فتكلمنا معهم وبالأخير يعني حلت الأمور. طيب أستاذ خالد، بعد بعثة الاتحاد وبعثة الهلال ومرورهم بسلام، الآن أصبحتوا أكثر راحة؟ لا، الحمد لله رب العالمين، يعني جو الاتحاد وأدوا الواجب اللي عليهم وغادروا أرض الوطن الحمد لله. فنتمنى إن شاء الله برضو أكيد نرتاح لما يغادر آخر مواطن أو آخر فرد في الوفد، نشعر بالراحة أنه جاء سالم وغادر سالم. فالحمد لله رب العالمين، إن شاء الله أتمنى النادي النصر يعني إقامة طيبة، وإن شاء الله يكللها إن شاء الله فرحة بعد اللقاء. اه قلب والله.
آره میدونم در جدی سهمیه دو دقیقه دیگه همش بکشم چون دیگه رو به تمرینشون تموم میشه. زميل بندر رشود صاحب إدارة الاقتصادية، ارحب بك عبر السعودية الرياضية. استاذ بندر، دراجان يقول في المؤتمر الصحفي بأني سأهاجم رغم انه يلعب خارج ارضه، لديه اكثر من فرصة. الفريق الايراني ما عنده شيء يخسره، تعتقد بان الهجوم مخاطرة بالنسبة للنصر؟ هاي أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيك في السعودية الرياضية. طبعا أهم وسائل الدفاع هي الهجوم، لأنه النصر طبعا هيدخل المباراة هذه وهو يبحث عن نقطة التأهل، فإذا دخل المباراة وهو يرغب في التعادل بالتأكيد أنه راح يكلفه هذا الأمر كثيرا، خاصة الفريق الإيراني، وزي ما تفضلت أنه ما عنده شيء يخسر في هذه المباراة، بالتأكيد أنه راح يرمي بأوراق الهجومية، خاصة أنه الفريق الاستقلال يمتلك عناصر هجومية مميزة كالعراقي هوار مولا محمد وأيضا فرهاد مجيدي. فلذلك مدرب النصر سيد دراجان لابد أيضا له أنه يعمل طريقة متوازنة في أثناء المباراة، لكن أيضا لا يخفي الجانب الهجومي، لأن أي هدف يسجل النصر راح يصعب المهمة على الفريق الإيراني. بالتأكيد أيضا المباراة راح تقام على ملعب أزادي، معروف أنه أيضا الجماهير الإيرانية راح تؤازر فريقها، وإحنا نعرف تأثير الجماهير الإيرانية على 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 الفرق على أداء الفرق الإيرانية، حتى زي ما ذكرون الأخوان الإعلاميين الإيرانيين أنه التلفزيون الإيراني وكذلك وسائل الإعلام الموالية لفريق الاستقلال حرصت خلال الأيام الماضية على شد الجماهير بالحضور والمؤازرة لهذه المباراة، بحيث أنه الفوز بفارق هدفين راح يؤهل الاستقلال. وزي ما ذكرون أيضا أن كثير من التذاكر بيعت في هذه المباراة، فنتوقع أيضا حضور جماهيري كبير. أستاذ بندر، تغيير أكثر من اسم في خط الدفاع، غياب حسين عبد الغني للإصابة، ماكي للإيقاف، عموما تغيير مستمر في خط الدفاع، تعتقد بأنه سيؤثر على خط الدفاع النصراوي وسيؤثر على الانسجام في خط الدفاع؟ بالتأكيد أي تغيير في صفوف الفريق راح تكون مؤثرة، خاصة أنه في الخط الدفاعي. طبعا الأسترالي جون ماكين معروف أنه موقوف بسبب بطاقات الصفراء، لكن أيضا زي ما شفنا في التمرين أعتقد أن الكابتن عمر هوساوي بالإضافة على محمد عيد قادرين أنهم يكونون في العمق الدفاعي. لكن أيضا غياب حسين عبد الغني، لا شك أن حسين عبد الغني يلعب في الجهة اليسرى بشكل جيد وهو قائد الفريق، وأيضا له دور مؤثر على اللاعبين. بالتأكيد أنه غياب حسين عبد الغني راح يكون مؤثر، لكن إن شاء الله نأمل من لاعبين النصر أنه يجتازوا هذا الظرف وأنهم يقدموا مباراة جيدة ويكسبوا النقاط ويعودوا إلى أرض الوطن بالثلاث نقاط.